بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله we will start shortly reciting the fourth juz of المصحف الشريف ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. We are on page 62. Bidayat, Ayah 93 from Surah Ali Imran, inshallah. Let's recite more salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنكم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم
أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا واتوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ت
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لكم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. على حب أمير المؤمنين صلى الله عليه محمد وآل محمد. For those of you who just join us, we are on page 78, beginning of the page, starting from verse 7 in Surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا ففريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في جنتك بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وعلى الصراط نورا ودليلا وفي الجنة رفيقا وشفيقا صلوات Ahsantum, jazakum Allah khairan. We have our reciter for Dua Iftitah on his way. He'll be here in 2 minutes, inshallah. He's on his way.
صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبقى وتمتأه فيها قبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقمتها ورحمة قد نشرتها حلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده
الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود كذا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قدير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمته وأريتني من قدرته وعرفتني من إجابته فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولاً كريماً أسفر على عبد لئيم منك علاً يا ربي إنك تدعوني فأبلي عنك وتتحبب إليها أتبقض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل عليها بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح خالق الإصحاح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد حلمه والحمد لله على عفه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه فهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق
فالق الإسبار ذا الجلال والإكرام ذا الفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعابد قهر بعزته العزى وتواضع لعظمته العظمى أبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه فلا يغلق بابه فلا يرد سائل ولا يخيب آمر الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين ومبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء يحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك
أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على علي الأمير المؤمنين ووصي الرسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائم بدينك استقلبه في الأرض كما استقلبت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته لك أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه أعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أدهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله
وتذل بها النفاق وأهلها وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا واشعب به سدحنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به حائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم انصرنا به على عدوك وعدونا لوح الحق اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله
Assalamu alaikum, everyone. Ahsantum. Please recite aloud salawat for that beautiful recitation. A couple of announcements to make before we begin our speech. We have a children's program, ages 4 through 10 in the gymnasium every night, in addition to having programs every night over here. Bathrooms are available inside if you need, and we'll keep it short as I know it's very cold. Alhamdulillah, at least we're not very hungry anymore. Please help me welcome our beloved resident alim, Sheikh Salim Yusuf Ali, with a loud salawat bar Muhammad wa al Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. Respected elders, brothers, sisters, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum Allah khairan. May Allah reward you for all the good deeds you're doing in this month. May he accept your fasting and your prayers. And may he especially reward those of you who braved the surprisingly cold and windy weather to attend the program in person this evening. You know, we have a hadith which describe the incredible reward for anyone who fasts for the sake of Allah. But there's special ahadith which describe the special reward for those who fast when the fast is difficult. And the examples that are usually given are fasting when the days are hot. And in one hadith, like it's said that Nabi Isa alayhi salam sees his mother Maryam salam alayhi alayha in a dream. And he asks her that, do you have any desire to return to this dunya? So she says to him, there's two things that I would miss from the dunya. What are those two things? She says, number one is performing the night prayer in the nights that are cold. Because, you know, waking up, you know, and let's say doing the wudu and everything, it's in the cold weather, you feel like just sleeping. And the second thing she says is fasting when the days were very hot. Those are the two things that I missed from the dunya, because there's a special reward and a special joy that somebody gets from performing an ibadah when it's challenging. So we hope that inshallah the challenge that we face, although of course it's a minor challenge inshallah, something that relatively we should be blessed and appreciate everything we have, we hope that inshallah it's met with even more reward inshallah. So in order to attract Allah's special mercy to this gathering and the attention of the Imam of our time, let's all recite a salawat, please. Brothers and sisters, inshallah, throughout the month of Ramadan, there'll be some nights that I will be addressing the audience. Inshallah, it will be kind of scattered. It won't be just one series. And as I was thinking of what is it that I could talk about, what would be a good theme to discuss, I decided that I would like to, inshallah, speak about lifestyle. And I want to give you a bit of background as to why this topic of lifestyle is something that I feel is important. It's been time now, you know, generations since a large number,
you know, since immigration to the United States has happened, and we've had the development of Muslim communities. Many of the people in the audience here, some of them might have come recently, many of them are, it's been some time, some of them are children of immigrants, some of them are grandchildren of immigrants. And as we see and we track the progression of the community, you know, let's say through the decades, we see that there's different challenges that are being faced. And sometimes when we try to diagnose what the problem is, we don't have a proper deep understanding, and it leads us to come up with a solution which doesn't fit the problem. Sometimes, you know, the concentration of families who care about the religion is that I need to make sure that I practice, and I want my children to practice the religion. And so there's a huge focus on making sure that they get to learn the fundamentals. Let's bring them, for example, into the Sunday school and let them learn those things that they need to learn, memorize those things, so that inshallah, everything is going to be fine afterwards. And I just want to, as a side note, but an important side note, just mention that I want to appreciate, you know, the efforts of all those people who really try hard, you know, to provide these opportunities in Sunday school, through running the Sunday school, educating the Sunday school, and the parents who bring their children. May Allah reward you all for those great efforts. But then what happens sometimes is that it doesn't work. And you have a phenomenon which is not too uncommon these days, where you have children who have the basics of the education, but when they get to a certain age, they discard that. They take a different approach. Sometimes it's an approach of, you know, keeping some of the practices and putting away others. Sometimes it's more drastic. It's taking a completely approach away from the religion. And the cases are, it's not too hard to find cases of this happening. There's a discussion that has been happening in the scholarly circles of the Islamic tradition around the topic of lifestyle. And this topic is something that, inshallah, it's useful to help us. It can help, it can be a source of understanding deeper some of the problems that our communities are facing. And in the month of Ramadan, you know, we come to these type of gatherings because we're looking for some type of guidance. We're looking for practical solutions. And why is it that, you know, I have an audience of people who are all like huddled together and wearing these jackets, except for a few who aren't, but most of you are like, you know, it's because they're hungry for these tidbits of advice and knowledge and inspiration. They're looking for this. So I thought we could review some of the main, you know, kind of, let's say, the teachings that we have from the Islamic tradition about the topic of lifestyle. And I don't want to just keep it practical. I want to make it, I don't want to keep it just theoretical. I want to make sure that there's some practical points given as well. But what I'd like to do, inshallah, we don't have that much time, but I'd like to first mention some points about what is lifestyle and then talk about one aspect of Islamic lifestyle. So this topic of lifestyle actually wasn't even used in the English language for, you know, a long time. It's a fairly recent word. It came about in the 1930s, and it was one of the philosophers who came up with this idea. He said that we have this issue now. We have, in post-industrial society, we have societies where you have people who come from different backgrounds, and even though they live in the same city, they work in the same companies, they go to the same schools, they don't all act the same. And it's a relatively new phenomenon. In the past, it wasn't like that. In pre-industrial society, you had a certain lifestyle that was the same as the cultural background that you came from, typically. So if, for example, you came from Pakistan, and you live, there's a certain way of that the people do things in Pakistan. If you come from Iran, there's a certain way they do things in Iran. If you live in Lebanon, so on and so forth. Of course, there's some minorities, but those minorities, you know, were just minorities. It wasn't like the majority lifestyle. But with industrialization, you had a change. Now you could have people who had certain preferences and tastes
that were different from others. And they could be living in the same city and, you know, working, they could be revolving around the same circles, interacting with each other, but they have their own lifestyles. Now, what is a lifestyle? Brothers and sisters, there's times that we do things that are kind of spontaneous, kind of one-off. Like, for example, let's say that, you know, we're looking for, you know, something to do with our family. So we're like, okay, let's go to a restaurant. What kind of restaurant? Okay, I'm tired of the, let's say, the pakwans and whatnot. So let me try an Uyghur Chinese restaurant today. Okay, well, that isn't a lifestyle choice that I'm making in there. I'm just, you know, trying a new restaurant. Or, for example, I don't know, you know, we decide to go on a vacation with the family, you know, so we go, let's say, to Yosemite. Well, that's not a lifestyle choice. I haven't become like a backpacker because I took a trip to Yosemite. But there are certain things that we do on a regular basis out of our choice where they do stem from the lifestyle that we've chosen. And this is important. Some of it is related to simple things, but they're very meaningful things. For example, the clothes that we wear, the clothing choices that we make. It's not the case that somebody typically chooses one fashion one day and then another fashion the next day. No, they have a certain way that they dress. Now, over time, it might fluctuate, it might change. You know, one day they say, okay, I'm going to get rid of all my clothes because I'm choosing a different fashion style. But typically, it's something which kind of, you know, they flow with, right? This is the way I dress. When it comes to food, similarly, there's a certain typical way. Yeah, once in a while, you're going to try your, you know, the new, let's say, Japanese food recipe that you got from, I don't know, whatever, right? But typically, you kind of flow with a certain type of a food choice that you have for your family. And other than food, dress, it applies to so many other things. For example, look at the way that building and architecture happens. You know, if you go to, sometimes you walk around the way that they designed the newer complexes, you'll see that the idea of privacy and modesty isn't really to be found in them. Sometimes, you know, I'm walking around, let's say taking a walk, and you know, you don't, obviously you try not to look at what's happening in your neighbors, you know, but sometimes, you know, the windows are just wide open and you can see what's happening on their TV better than you can see in your own living room, right? I don't know if you ever experienced this, because it's just like there's no barriers, there's no nothing. It's like as if it's all right there. The place that they are going to lounge in is the place which is most accessible for the public to see. Now that reflects a certain type of thinking. It's a certain type of lifestyle choice. Even when you go to, you know, you look at different parts of the United States even, you can see how the way that they architect things, like the washrooms and where they put them, where they put doors, they don't put them. These are an indication of a certain type of culture, lifestyle. If you go to traditional Islamic societies, they would typically have a two-stage, you know, layout to their homes. They would have the inner home, and then they would have the outer home. When somebody would go and, let's say, knock on the door, they wouldn't be knocking on the door of the inner home. They'd be knocking on the outer gate. And, you know, when somebody would go to answer the door, they would do so, but not everyone would be let into the inner. Why? Because there was this idea there that we have some type of inner sort of sanctity that we need to preserve in our home. And so we're going to even model our architecture on that basis. If you go to traditional Islamic societies, the way that they would construct their like homes, they would be considerate of what the neighbors are and where their, you know, kind of private space is. And they would make sure to design them in a way where it wouldn't be easy to peek into that. Whereas now you see that it's, you know, like just everything's in the open. So what I'm trying to say, brothers and sisters, is that there are certain things which depict like a lifestyle choice which govern a lot of the things that we sometimes take for granted, the way that we talk, the way we walk, the way we eat. Now, why is this important when it comes to, you know, our practice of faith? Why is it important when it comes to trying to understand some of the problems that we face?
Brothers and sisters, sometimes the problems that we are facing are not just, it's not a matter of like simply, let's say, not understanding what's right and what's wrong. No, alhamdulillah, let's say, for example, when it comes to salah, right? It's been drilled into our children from a young age, inshallah, that salah is the pillar of religion. In qubilat, qubilat ma siwaha. If it's accepted, then everything else is going to be accepted. When ruddat, ruddat ma siwaha. If it's rejected, then everything else will be rejected. That's a very clear statement. Why is it then that somebody doesn't pray? If we go and look into the and try to diagnose the root cause of the problem, maybe it's something that's deeper than just what's at the surface level. For example, let's say that there's somebody who has never led a disciplined life. They just kind of do things and, you know, their parents never let them, let's say, never let them fail in this aspect either. They're always like telling them what to do. Their schedule is being dictated to them by their parents. They never are expected to have any discipline in their lives. Well, when that person becomes baligh, what will prompt them to do their salah in a timely fashion? They don't have discipline in their lives. Let's say that there's somebody who has been raised in a way, they've chosen a lifestyle where whatever is their preference at that time, that's what goes. So for example, at home, let's say the mother has spent time cooking for the family, for example, right? Or sometimes the father has cooked, whatever it may be. And now let's say the child, you know, says, oh, I don't feel like this. I want to have, I don't know, my candy bar tonight or something like that. So the parents say, oh, okay, fine, you know, we don't want to force you, so go ahead, right? So what are they teaching? Right, they're teaching that it's about personal choice all the time. That's what governs the decisions that are made. When somebody, for example, there's no sense of a bedtime, right? I can sleep whatever I want, whenever I want. Then how is it that that person is going to have the discipline to say that, well, even though I might not be inclined to wake up at this time, I will wake up because this is what I have to do. If there's a family, for example, that regularly on the weekend nights, they stay up till late, 2 o'clock, 3 o'clock. What are they showing? And then the Fajr prayer is regularly missed, right? What is it that they're making? What choice are they making as a lifestyle? They're making the choice that what reigns supreme is our desires. So then when it comes to salah, it's not a matter of not knowing that salah is wajib. It's not a matter of not, you know, understanding that this is super fundamental. But the problem is a deeper issue in terms of how is it that I lead my life? I don't lead my life according to a set of discipline. I lead my life according to principle. I lead my life according to desire. It's a deep problem, brothers and sisters. Let's say that there's a child who is, for example, they don't seem to care to observe. They don't care about, you know, like a lot of times, let's say, one of the most effective strategies for encouraging somebody to prepare for the hereafter is to say that, look, don't you have value for yourself? You know, if you don't value anything, at least have value for yourself, right? You should care for the one who is most dear to you, yourself. But then sometimes you find that even that isn't in that person. They don't have that type of care for themselves. They don't have that izzat nafs. Like, I don't really care for myself. I'm nothing. I don't have any value. Well, what is the root cause here? The root cause, sometimes you go look into it, it's because in their home environment, they have a dysfunctional family. And instead of receiving that type of encouragement and confidence that they should from their family members, instead they're always being talked down to. They're always being told what's wrong with them. So then, you know, if you want to diagnose the problem here, you say that, well, why is it that
in that family, they have that type of lifestyle which allows them to treat each other like that? Why don't they have values of respect and, you know, care and love towards one each other? What's wrong with them? Now, brothers and sisters, I've given some examples of how sometimes, you know, you see a problem and you want to diagnose it, you don't come to the right solution, and you need to look, dig deeper. Let's look at it from the other way. We have a beautiful tradition which is reported from the Imam alayhi wasalam. I believe the hadith is attributed to Imam Sadiq alayhi salam. Let's recite salawat, please. He says, do not be deceived if by somebody's practice of their prayer and their fasting. You've heard this hadith before, probably. But look at it from this perspective of lifestyle. Don't be deceived by somebody's practice of their prayer and their fasting, because how often it's the case that somebody becomes accustomed to doing these things, and if they were to stop doing them, then they would just feel kind of, you know, empty. They would just, it's just a habit, right? They would just feel empty if they don't have that. But rather test people with two things: sidqul hadith wa ada'ul amana, in the truthfulness of their speech and in them being trustworthy people. Perhaps one of the ways of looking at the advice of the Imam alayhi salam is to say that there's one time when you've trained somebody at the surface level. You said that, okay, make sure you do your prayers and fasting, but then go ahead and whatever else you want to do, that's fine. But there's another time when somebody has been deeply rooted in an Islamic lifestyle. For them, they wouldn't imagine being able to use their tongue to say a lie. Why? Because the environment that they've been brought up in is one of an Islamic lifestyle where, you know, a lie is, you know, absolutely not done. And if somebody gave them a trust, they would value it. Why? Because they come from an environment of respect. You see here that, yes, they would also be doing their salah and their sawm, but the causes for it are a much deeper thing. Now, brothers and sisters, I don't want to just speak in a theoretical way. I want to end my lecture and conclude with one practical tip. And inshallah, if we get a chance, I'll discuss more about, you know, the theoretical aspects of this idea of lifestyle. But I want to give one practical tip. What is it that makes up an Islamic lifestyle? So one aspect of a lifestyle, brothers and sisters, is the aspect of adab. What I mean by adab is not what sometimes people understand it to be, because it's a term that's used widely in different languages. In Islamic terminology, adab refers to doing things in an excellent manner, doing things in the best of manners. Usually when we talk about, you know, like religion and Islam, we talk about, okay, wajibat, muharramat, and that's great, that's essential. But when we're trying to like learn how is it that we should live, one of the key points is adab. We should live with adab. We should live by doing things in the most excellent manner. We have a hadith from one of the imams. He says that if you were to be given 2 days to live, he says, if I were to be given 2 days to live, I would choose to spend the first day learning adab and the second day preparing for my death. Right? There's something key here, that when it comes to what should we learn, we shouldn't just learn that, okay, this is the, you know, the rules and this and that. No, you should learn how to live. You should learn how to act. You should learn how to be in all ways. Specifically, how can we apply that? What is it, you know, where does that work? Okay, one example is the adab of speech. We have, again, a hadith which is reported from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If you say salawat, please. The hadith says that somebody asked him that, teach me something, teach me something that will help me in the hereafter. The Prophet says,
that you should be somebody who is very giving, and you should be somebody who purifies your speech. تُطِيبُ كَلَامَكَ. There are many, many traditions about this, many ayat, traditions which say that one of the keys to adab is being able to speak in an excellent manner. Now, why do I mention that? Because when we're talking about having a lifestyle, the lifestyle, one of the key determinants is how we speak to one another. If you go and look at different societies, speech is something which is so different from one society to another. But here we have to be aware that we're in a society where the beauty of speech is not something which is valued. If we want to adopt an Islamic lifestyle, one of the ways of doing so is by looking how can we use our tongues to create an environment of care and love and beauty for one, and where our children also see this from us. I say this, brothers and sisters, because when you see children who have deep issues, a lot of the time it goes back to what happens in the home, what type of environment that they're in. They need that type of demonstration that, look at what you see on the TV screen, what you see in terms of popular culture, where there's a total breakdown in communication, that is not the way we live here. We live in a way where we respect one another. We live in a way where we show love to one another. We live in a way where we cover for one another. We defend one another. Why is it that this child has the audacity to turn to their parents when they're elderly and disrespect them? Why? Well, one of the reasons is because they saw that when they were young from one parent to another parent. So this is one aspect of adab. But adab is something which affects so many different aspects of our life. If you look at it, there's in Islam, it teaches us adab of sitting, adab of standing, adab of eating, adab of praying, so many things. What is the secret behind that, brothers and sisters? When somebody is raised with the sense that I have to do things in a certain way, I have to do things in an excellent way, what does it teach them? It teaches them that I do not have the right to always do things the way I want to do them. And that is something which is so key to a lifestyle choice. Because when somebody realizes, look, I'm conforming to a standard which is set from, you know, an outside source, then that's something which, you know, it can be a key determinant in how they live their life. We have a hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, where he says that if there is a teacher who teaches a child and says to them, say Bismillahir Rahmanir Rahim, and that child says Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah rewards three people with immunity from the fire of hell. Who? Number one, the child. Number two, the teacher. And number three, the parent. What is so key about Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is not just the saying Bismillah, it's that when somebody is in the habit of saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in what they do, that becomes a lifestyle. Why? Because it's a lifestyle of saying that I'm not doing things according to my own personal choice and my desires. No, I'm doing them according to a higher standard. And even brothers and sisters, inshallah, I'll end with this when it comes to fasting. There's one time when somebody fasts, another time when they fast with etiquette. And so inshallah, we're in just a few minutes going to be breaking our fast. There's so many etiquettes of fasting. For example, we're told that if somebody gives in charity a piece of bread when they're about to break their fast, then Allah will forgive their sins. The etiquette of giving charity. Number two, the etiquette of saying Bismillah. Number three, the etiquette of making a dua when you're breaking a fast. Number four, the etiquette of giving others food. Even, for example, you give somebody a date and you say that, okay, here, break your fast. There's so much reward for that. These are things that we need to practice and teach our next generations. Why? Because they're part of this lifestyle of, it's not a lifestyle of just my choice. It's a lifestyle of trying to see how is it that I should behave? How should I live? May Allah Ta'ala guide us to understanding the teachings of the Ahlul Bayt and the Quran, to apply them to our lives and to convey them to others. May Allah hasten the reappearance of the Imam of our time with the barakah of salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
Ahsanta, Jazakumullah khair, Shaykh. Inshallah, we can reflect on those words and apply Islamic etiquettes and carry an Islamic lifestyle, inshallah. As we head towards the Adhan, a couple of minutes, a couple of announcements. If we can have everybody, as not yet, but when we get up, hold your chair. Hello, hello, hello. Not just yet. And then as we have the Salat, if I can ask the sisters in the back over there to please hello, hello, hello. The area that we're going to use for the prayer. And the side note, if we can have, make sure that everybody stays at least a couple of feet behind the Imam and not be in line with the Imam when we do the Salat. And finally, if we can have everybody, as you line up for Salat, there's a blue circle on the floor that's 6 feet, you know, placed apart for you to, so we can adhere to COVID protocols. Let me just set this up in the meantime. Stand, place your feet on that blue circle, inshallah. And yeah, we have Adhan, inshallah. And dinner, spicy food on the area closest to the building, and non-spicy to the area closest to the light pole in the middle. Hello, 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 hello. Hello, I'm Jawad. Who wants to? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. هيا على خير الأمل. هيا على خير الأمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. در محمد وآل بيت محمد صلوات. Can I get a couple of brothers to come over here to make connection for the ladies? Can a couple of brothers come over here to for the Jamaat?